خلينا بننتقل مع حضراتكم لقرب طبعا عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. دار الإفتاء المصرية أصدرت بيان بخصوص رؤية هلال شهر ذي الحجة العام 1442 هجريا، وأكدت فيه أنها بتترقب إعلان السعودية بيانها لتحديد يوم عرفة ويوم النحر. وأكدت دار الإفتاء أن رؤية شرعية للهلال هتتم يوم 29 من كل شهر هجري، ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، لأن لازم يحصل كده كده الاستطلاع. دار الإفتاء المصرية كمان يعني من الحاجات اللي أعلنتها، أعلنت عن جزء خاص بأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ونزلت مجموعة من النصايح والتعليمات الخاصة بالأخلاقيات اللي تم الإعلان عنها، هي عدم الخوض فيما يخص بأي حاجة يجهله الشخص أو لا يعني مش عارفه، وكمان لا يشتمل القول أو الرأي المنشور على شائعات بتثير الفتنة أو البلبلة بين الناس، كمان منع التهكم ازدراء الغير على سبيل السخرية سواء بصورة أو تعليق، تجنب نشر ما أمر الشرع بصونه وعدم إطلاع الغير عليه طبعا كالعورات، المحافظة في الوقت على عدم إضاعة الوقت فيما لا يعني الحاجات اللي بنقول عليها كده تضيع وقت ملهاش أي تلاتة لازمة. خلينا نتكلم ونعرف أكتر عن الموضوع مع الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بنرحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، وكل عام وجميع المشاهدين وجميع ومصر كلها بكل خير. كل سنة وحضرتك بخير. موضوع الأخلاقيات يا فندم، أخلاقيات الموجودة وزي ما بيقولوا في الانجليش يعني الكود اوف ايثكس، مجموعة الأخلاقيات دي المفروض تبقى موجودة في حياتنا كلنا، موجودة في العمل، موجودة في الحياة، موجودة في الدين. الفكرة في التعامل، ما شاء الله دار الإفتاء المصرية و بقت تتعامل بالسوشيال ميديا لخطورته بشكل كبير، منين جت فكرة ان يبقى فيه مجموعة من الاخلاقيات الناس تعرف تتعامل ان دي مش عاداتنا الدين، لا العادات التقاليد العادية ولا هي الاوامر الدينية، ومنين جت الفكرة وبدأ تنفذها بشكل يعني حاجة محترمة جدا الناس تبقى عارفة مجموعة من الحاجات ان انا ما ينفعش اتعداها؟ هو الحقيقة احنا ديننا التين واخلاق، وده شيء مهم جدا ومقدس في حياة المتدين انه يتمسك بالجانب الاخلاقي. واحنا شايفين السوشيال ميديا وشايفين تعامل الناس المختلف معاها وازاي الناس بتختلف، وخصوصا يعني اللي بيحاولوا يروجوا في الإشاعات، وبعض الناس اللي تحاول إن هي تخوض في الأعراض، وبعض الناس اللي تحاول إن تستغل السوشيال ميديا استغلال يصل في بعض الأحيان إلى حد الجرائم، وده كل ده قبل أن يكون مدان قانونيا، وهو في نفس الوقت شيء منافي للدين ومنافي لتعليمات كل الأديان الحقيقة. ولذلك لابد ان احنا كان لابد ان احنا نتعامل باسلوب مناسب لتناول الجديد وفي نفس الوقت يدعم قضية الأخلاق. ولذلك اصدرت دار الإفتاء هذه المجموعة من أو الأخلاقيات التعامل اللي بتنبه على أخلاقيات كثير من الناس ينساها وهو بيسبح في النت أو بيسبح في السوشيال ميديا، ودي حاجات مهمة جدا في ديننا. طيب دكتور معلش أنا آسف، يعني في جزء أو يعني نقطتين خاصين في الخمس أخلاقيات اللي نزلوا، فكرة المنع عن التهكم وازدراء الغير على سبيل السخرية سواء بصورة أو تعليق، أو الصون وعدم الاطلاع على ما يخص الغير كالعورات. بعض الناس بتبرر لنفسها، وزي ما حضرتك عارف بعض الناس يقول والله هو حاطط الموضوع ده، هو اللي حاطه وعامله بابليك أو عامله عام، أنا ما أنا عملت إيه، هو اللي حاطط ده. هو مثلا في بعض الشخصيات العامة فالناس تقول والله هو شخصية عامة يستحمل، ما هو المفروض أنا أقول رأيي. الحاجات دي يا دكتور عايزين نوضحها أكتر، أكيد ضد الأخلاق وضد الدين. إحنا عندنا واحد من المقاصد الشرعية الأساسية التي
التزم بها الشرع ودعا اليها ودعت اليها الشرائع جميعها واللي احنا متوارثينه الحقيقه كمان في ثقافتنا اسمه حفظ الاعراض. والحفاظ على الاعراض مش توقف بس على نوع معين من الكلام في الاعراض، ده كل ما يخص شرف الانسان ويخص كرامته هو متعلق بالاعراض. ولذلك الشرع يحرم الغيبه، ولذلك الشرع يحرم السخريه، لذلك الشرع يحرم التنمر، لذلك الشرع يحرم حتى ان الانسان من داخله يسخر باحد. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون. الناس بتبرر وتقول ده انا بهزر، انا مش قصدي حاجه، انا ما بغلطش فيه، ده انا بهزر معاه. حتى في حاله اللي هو بيقول عليها بهزر دي الشرع بينبه انه ما ينفعش يكون بشيء فيه اهانه، شيء فيه تنمر ولا في شيء. حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما اعتذر بعض الناس عن قضيه الغيبه بيقول له يا رسول الله ان كان فيه اللي انا بقوله ده فيه فعلا، زي الحجه اللي بعض الناس بينقلها دي ويقول لا ده هو فعلا على السوشيال ميديا عرض نفسه كده، بس ان النبي بيقول فان كان فيه فقد ارتبت وان لم يكن فيه فقد بهدت. يعني دي العرض مصون في كل حال، وسبل ان انت تقوم او تعالج او كده لها سبل اخرى هي سبل مشروعه، اما عبر القضاء او عبر وسائل اخرى، غير ان انت تبادر او المذكور يبادر الى التشهير او الاقتياد في الاعراض. الاعراض شيء القران شبهه او يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، هذا امر عظيم عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم، دي حاجة محترمة جدا يا دكتور، واحنا كإعلام بندعمها وبندعمكم والله على المجهود الكبير جدا على صفحة السوشيال ميديا بتاعت حضراتكم سواء على الفيسبوك وكل مواقع التواصل وحتى الموقع الرسمي لدار الإفتاء. طب أنا برضو لازم تكون حضرتك معانا، احنا قلنا خبر عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وبعض الناس طبعا كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله يكون موسم الحج احنا عارفين برضو بيمر في ظروف كورونا للسنة الثانية على التوالي، بس إن شاء الله يعني في موسم حج للمقيمين واللي موجودين داخل السعودية. فكرة استطلاع الرأي، ووضحت دار الإفتاء إن لازم يبقى في استطلاع للهلال، وعشان الناس كانت بتتكلم إن هو يعني معروفة في النتيجة يعني زي ما بيقولوا أو التاريخ الميلادي. يعني هو الحقيقة استطلاع أهل الظهور لها تقاليدها ولها أصولها المرعية الشرعية المرعية التي تمشي عليها دار الإفتاء المصرية، وخصوصا هلال شهرين معينين لهم شأن خاص. شهر رمضان هذا أمر، شهر ذي الحجة وهو شهر الحجة لأنه مرتبط بمنسك الحج، وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا وعليكم باليمن والخير والبركات و ينفع. دكتور أنا آسف للمقاطعة، طبعا أنا بشكرك على التوضيح الكامل ده، كل سنة وحضرتك طيب، عشان إحنا هنخرج طبعا لنشرة الأخبار. بشكرك طبعا مرة تانية وآسف على المقاطعة، على طبعا موسم الحج إن شاء الله يبقى موسم يمشي على خير بإذن الله، ويبقى العيد عيد طيب موجود معانا إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين.